مرحبا بك على رشدي على موقع انبؤنا بانك. مرحبا بالجميع ومرحبا بالمشاهدين. كأول سؤال لي على رشدي، كيفاش مشيتي للسبيطار؟ الحالة ديالك كيفاش كانت خلات تمشي للسبيطار؟ قبل من العيد بيوم واحد كنت مشيت للشاطئ انا والزملاء ديالي، فكانت واحد درجة الحرارة، يعني كانت واحد درجة الحرارة كثيرة. فاش جيت للمنزل حسيت براسي ما مزيانش، فارتحيت باش نمشي للمصحة ودوز فيها واحد يومين، وحسيت براسي مزيان الحمد لله. شنو نوع المرض اللي كان؟ فهي كانت غير ما كانش يعني نوع ديال شي نوع ديال المرض، فكانت درجة الحرارة مرتفعة ماشي كيف العادة، فعبرتها في المنزل ديالي لقيت درجة الحرارة مرتفعة، فقلت ما عنديش لاش نبقى في البيت، فمشيت للمصحة باش ناخد العلاج ديالي. يعني انتشرت من بعض الاخبار كتقول ان علي رشدي مشى في غيبوبه، علي رشدي بين الحياه والموت، كيش يعني بتتنصح من هذا الخبر؟ وانا تفاجأت بهذا الخبر، يعني كنت في المصحة فاش قريت هذا الخبر، فانا ما مشيتش في غيبوبة، مشيت على رجلي وبوحدي لا كلينيك وخديت لي سوان ديالي، وتا كنت تفاجأ بالاخبار بان علي رشدي بين الحياة والموت، فهذه اخبار ما ماشي صحيحة. فانا مشيت على رجلي ومشيت لا كلينيك، ويعني وداك الشيء داز الحمد لله مزيان. من أولمبيك آسفي الوداد، عندي الخبر يعني قليل اللي عارفه، كيفاش الخبر؟ فانا كانت عندي مدة اعارة عام واحد الفريق اولمبيك اسفي، فرجعت الفريق ديالي الوداد البيضاوي اللي خديت من عام البريباراسيون في البرتغال، والحمد لله مشات الامور بخير الحمد لله، والان انا باقي مع فريق الوداد البيضاوي. لحد الان ما شفناكش في بتوكة الاحتياط ديال الوداد، واش مدرب يعني ما اقتنعش مؤهلات ديال علي رشدي ولا كان شي سبب اخر؟ فما كاين حتى شي سبب اخر، فكنحترم يعني الاختيارات ديال المدرب، وهادشي كيبقى ما عنديش انا مسيني العقد مع الفريق ديالي، ما خصنيش يعني نعقب على الاختيارات ديال المدرب، فهذا كيبقى من اختيارات المدرب. دي الكلمة الأخيرة لجمهور الوداد بدأ. كنشكر الجميع اللي يعني تفاعل مع هاد الحديث اللي واخا هو كما قلت لك فكانت اشاعة، فكنشكر الجميع اللي وقف معايا، وكنشكر الجمهور فريق الولايات البيضاء.